Guys, assalamu alaikum, my brother and sisters. Welcome back to another video. Hope you all are well. If you're new here, it's your sister Zainab, and thank you so much for clicking in this video. I have a good news today. I decided to be uploading daily for 15 days because I have rested so much. So I'm trying to just, you know, cover the gap. Make sure you come back and check on your sister. I'm gonna be uploading daily. I'm uploading daily for 15 days Quran recitation. I'm not sure it's gonna be only Quran recitation, but I'm gonna put up a video daily. I don't promise the timing. I don't promise that I'm gonna post in the morning or afternoon. Anytime I'm gonna post. Okay guys, so please come back and watch my videos. All right, so yeah, we're going to be listening to Surah Al-Waqia. They say it's a heart-touching Quran recitation by Imam Salim Bahana. I hope you guys enjoy this video. If you do, give it my thumbs up and share. I'm going to put the original video link down below. Make sure you click and check out the channel, okay? So yeah, let's get started. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تعلمون
تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين
فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ما شاء الله. So in this surah they are talking about last day, day of judgment, where people is gonna be divided in three groups. And in this three groups is gonna be bad people, very bad people, and good people. And each group is gonna receive a reward based on what you did in this life. So if you are a very bad person, if you are doing very bad things, you know what you're gonna get. If you are good, you also know what you're gonna get. But don't be scared, because you still have time to prepare yourself. We still have time. Not only you, me too. So guys, thank you so much for joining. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for sitting and listen to this beautiful Quran recitation. And I'll see you guys tomorrow, okay? Allah Hafiz. Don't forget to come back tomorrow. Remember, 15 days daily video.